هاد الدورة كتحتفي بالصحراء المغربية وكتحتفي بشعار على ألق الشعر يلتحم الوطن. كيف ما كيعرف الجميع أن البرنامج ديال المهرجان تم التغيير ديالو في يومي فقط. هناك ظروف سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب ألا وهو في أيام المهرجان. احنا الهدف ديالنا من هذا المهرجان هو الاستمرارية وأن نجعل منه أن يكون مساهما في جعل مدينة طنجة عاصمة للشعر والشعراء فقط لا غير. مصاحف ديال البصيرة الخضراء اللي حملوها المغاربة في أيديهم سنة 1965 كتاب يؤرخ للحدث الوطني الكبير ويحتوي على معلومات قيمة حصر كل صغيرة وكبيرة اللي عندها العلاقة للمسيرة الخضراء المظفرة. يعود تاريخه إلى سنة 1975. لنا شرف أن نتواجد ضمن دعوة بالنسبة لهذا المهرجان الدولي بالنسبة للشعراء ديال الشباب في التباري فيما بيناتهم. والمغرب يتميز باختلاف ثقافاته الموروثة وكاين هنايا عدد كبير من انواع ديال الشعر اللي هو المتميز بالملحون الشعر الكلاسيكي. ملي كنقولوا الشعر الكلاسيكي وهو ربما الطرب الاندلسي اللي كتتميز بها المنطقه ديالنا ديال الشمال وباقي الثقافات. وحنا طبعا كجهه سنكون بجانب هذا المهرجان ليعرف نجاحات متعددة ولقاءات من مختلف دول العالم. وبالنسبة للشعر في المقاطعة بما كذا أنا مستعد للتعاون مع الإخوان نوفر الإمكانيات المتاحة من أجل باش يكونوا عندنا لقاءات هكذا تحت المقاطعة بما كذا. وشكرا للجميع. تتالت على هذا الميكروفون بعض الكلمات خاصة من طرف الهيئات المنتخبة. كلنا أمل ألا تكون عتر الكلمات المنثورة في أركان هذه القاعة مجرد عبور سريع رسمي يحمل ربطة عنق أنيقة ولكن لا تحمل الوعود الأكيدة لإعادة وهج وألق مدينة طنجة الأدبية والثقافية. تمت اليوم بنيات تحتية تضاهي كبريات العواصم العالمية، لكننا في حاجة إلى تنمية الإنسان، وتنمية الإنسان مدخلها الثقافة ولا سيما. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.